سمعتم في بعض الفضائيات أنكم تسألون عن السترة في الصلاة، أجبتم أنها ليست واجبة، وذكرتم الحديث أن النبي كان يصلي في مكة والناس يمرون بين يديه، ما الحكم في السترة؟ السترة سنة مستحبة، لكن عن الوجوب جمهور أهل العلم على أنها مستحبة وليست بواجبة. والحديث الذي فيه أمر بالسترة حديث معلم من ناحية اللفظ، علم من ناحية اللفظ الذي هو لا تصلي إلا إلى سترة، حديث معلول ومذكور أظن عند ابن عدي في الكامل وعند غيره من العلماء. ولكن أيضا مما استدل به على عدم وجوبها أن النبي صلى بمنى إلى غير جدار، البعض يقولون إلى غير جدار لا تعني نفي السترة، ممكن يصلي إلى عنزة، لكن الإمام الشافعي لا يرى هذا الفهم فيقول نفي الجدار معناه نفي للسترة من أصلها. ثم استدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فجاء أحد يمر فليمنعه، قالوا المفهوم المخالف أنه قد يصلي شخص إلى غير شيء، وهذا رأي الجمهور كما أسلفته.